فيها مكاسب كتير. رقم واحد يعني زي ما بنقول كده حسين الشحات. حسين الشحات من وجهة نظري النهارده رجل المباراة. في المباريات الحاسمة بتاعت الدوري ديت بتشوف بقى شخصية اللعيبة، شخصية لعيبة النادي الأهلي، شخصية اللعيبة اللي عندها شخصية البطل. زي حسين الشحات النهارده فعلا الغالي ثمنه فيه. حسين الشحات لو بصينا على أرقامه قدامنا على الشاشة هنلاقي إن هو أحرز هدفين، أكتر لاعب عمل محاولات على المرمى 5 محاولات، أكتر لاعب عمل محاولات صحيحة يعني عمل 4 محاولات صح من 5، رقم مميز جدا. أكتر لاعب كمان عمل مراوغات ناجحة، شفنا لما رقص في الهدف في اللي هو حط كوبري في المدافع بتاع المقاولين وشاطها كان جون جميل جدا. التاني أكتر من حصل على أخطاء 3 أخطاء، دقة التمريرات وصلت ل 80%، عدد العرضيات 4. إذا حسين الشحات الأفضل في هذه المباراة، الغالي ثمنه فيه، وبيأكد إن هو ما بدأت تبتعد الضغوط عليه اللي كانت من شهر يناير، لا بدأ إن هو قيمته الفنية تظهر وبدأ حسين الشحات فعلا يبان بقدرات أفضل. الكلام ده هنا على طول. طبعا إن إحنا يا جماعة بس سيبوا الراجل الخمس ست شهور دول، لأن الخمس ست شهور دول دايما بتعدي على الواحد. يعني كانت تقريبا انا نفس الظروف اللي جه فيها حسين، كان نفس الكلام. 5 6 شهور الاولانيه دي بتبقى صعبه جدا، بعد كده الامور بتختلف تماما. طبعا الانسجام والحاجات دي كلها بتحصل، وجودك بقى في وسط اللعيبه ومعسكر الاعداد برضو في اسبانيا لما جاب اهداف واتكلمنا عنه. لا حسين الشحات فرق النهارده. النقطه الثانيه علي معلول. علي معلول ربنا كلل مجهوده طول الموسم بهدف الحسم في المباراه. علي معلول هو لاعب الموسم على مستوى جميع الانديه مش على النادي الاهلي بس. علي معلول النهارده بيبقى هداف النادي الاهلي في الدوري برصيد 7 اهداف، وهو الاكثر اسيست يعني اكثر من صنع اهداف في الدوري برصيد 7 اسيست. نعم علي معلول ربنا كلل مجهوده بهدف جميل جدا وهدف الحسم، عشان دايما الناس تكون فاكراه في الموسم 2018-2019 بالهدف اللي قدامنا على الشاشه. لعيب رائع ومركز لعيب عنده شخصيه شخصيه النادي الاهلي موجوده. بس عليه كده عشان اشوفه هيتواصل ولا لا، بس ماشي اكثر من مجرد ظهير ايسر، مش مجرد بس باك ليفت، لا لعيب صانع العاب في الجبهه الشمال بصراحه للنادي الاهلي على مدار الموسم. ايوه رقم 3 والمكسب الثالث المهم قوي هو حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده كاساحه الغام في وسط الملعب ارقام مثاليه، يمكن هو اكثر لاعب قطع كرات في المباراه برصيد 20 مره. حمدي فتحي اكتر من قام بتمريرات طوليه لونج باص. تمريراته الطوليه بتاعته النهارده كانت جميله جدا، التمريرات اللي هي بتعدي 3 خطوط، عامل 7 تمريرات طوليه صح من 7 بنسبه دقه 100% 100%. ده كمان الواحده لحسين الشحات في الشوط الاولاني كان شكل رائع اللي هي من الجميل من الشمال لليمين. يعني اكثر من عمل تمريرات في المباراه كلها 48 تمريره بنسبه دقه هي الاعلى 95.8 يعني وصل ل 96%. عمل كام تمريره خطا طوال الماتش؟ تمريرتين خطا بس حمدي فتحي. عشان كده النادي الاهلي كان مستحوذ على وسط الملعب. طبعا الاكثر في التاكلينج الصحيح مع ايمن اشرف برصيد 3 تاكلينج صحيح. اذا حمدي هي دي يا سمير هتهلي من الاول كده، هي دي اللي انا بقول عليها. هي دي التمريره حاجه كده على طريقه توني كروز كانت لازقه بالمسطره. توني كروز ريال حاجه كده اللي هي التمريره اللي هي بتكسر اكتر من خط يعني ضربت رايحه ولا عاليه ولا واطيه ولا يعني بالماس كسرت اكتر يعني كسرت الهجوم وخط الوسط والدفاع. دي التمريره اللي بنسميها اللي هي كسرت اكتر من خط، تمريره نموذجيه. فحمدي فتحي برضو يستحق علامه درجه مميزه جدا بعد حسين الشحات. رقم 3 رمضان صبحي. رمضان صبحي قدم مباراه، لعيب تقيل قوي يعني لعيب بيديك شغل زي ما فيه. كانش في المنتخب ولا هو ولا السوليه ولا محمد هاني ولا احمد فتحي ولا النهارده رمضان اللي اكد لك كده ان هو بيلمس الكوره كتير قوي، اللعيبه بتدور عليه عشان تبصي له الكوره، هو الوحيد في الثلث الامامي يمكن اكتر من وليد سليمان كمان في عدد لمسات الكوره. دليل ان هو بيظهر لزمايله كتير جدا، يمكن هو كمان ثالث اكتر لاعب عامل تمريرات بعد حمدي فتحي وعلي معلول، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه مع حسين الشحات رمضان صبحي. ما ننساش كمان دوره في الهدف الثاني، زي مش على فكره بدايه الهدف الثاني اللي هي تمريره صالح جمعه في البدايه خالص هتلاقي ترقيصه مثاليه من رمضان صبحي 20 30 يارد اهي يعني هي دي هي اللي بدا هو اللي بداها بالترقيصه دي، هو ملك المراوغات رمضان. لعيب يعني برده من الصفقات اللي جت في يناير هو حسين الشحات. اعتقد ماتش وادي دجله برده كان كده خد كره 20 30 يارد. وصالح جمعه طبعا واحد من المكاسب، صالح جمعه برده بيديك الرؤيه لما بينزل الشوط الثاني تحس ان انت بدات ان انت الكونكشن بقى يبقى موجود ما بين الدفاع والهجوم. ذكاء من لاسارتي، ذكاء طبعا، وان هو لان هو ممكن يكون لاسارتي كان متوقع ان طبعا المقاولين لسه في بدايه فتره الاعداد فهيقعد الشوط الثاني بدنيا، فوفر صالح جمعه في الشوط الثاني. اعتقد ان ده التفكير الاقرب. صالح جمعه بيديك التمرير الطول، يعني صالح جمعه لما نزل عمل 6 تمرير طولي صحيح من 6، ثاني اكتر لاعب في المباراه بعد حمدي فتحي، رغم ان صالح جمعه نزل في الدقيقه 55. فده بيأكد ان صالح جمعه بيديك حته التمرير الطولي والرؤيه دي مش موجوده غير في لعيب زي صالح جمعه، ده لعيب مثالي في حته الرؤيه. برضو الجندي المجهول في المباراه واللي ناس كتير مش حاسه بدوره هو ايمن اشرف.
ايمن اشرف عمل دور دفاعي مهم جدا 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 في التغطيه على علي معلول في جبهه لويس انستروزا اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه. النهارده علي معلول كان بيتقدم، ايمن اشرف دايما بيرحل، دايما بيرحل بيعمل التاكلينج، الحته دي الكفرنج مهم جدا. وحتى لاسارتي في الشوط الثاني لما لاحظ ان الجبهه دي خطر بدا يرحل حمدي فتحي عليهم فبدا يعمل بلوك. اذا ايمن اشرف كمان ثاني اكتر لاعب قطع الكوره في المباراه برصيد 18 مره، بعد رقم واحد كان زي ما قلنا حمدي فتحي 20 مره. اذا ايمن اشرف عمل مباراه دفاعيه جيده جدا في المباراه النهارده. بعد كده نيجي لواحد من المكاسب ايضا، حسام عاشور. حسام عاشور في 15 سنه ديت البطوله مع النادي الاهلي، البطوله رقم 12 طبعا، يعني نفس ما حصل عليه نادي الزمالك في 108 سنه. نعم حسام عاشور بالمناسبه دي البطوله رقم كام؟ 35. مين اعلى منه في على مستوى ألبس. العالم ألبس. يعني ألبس. 40 بطوله. 40 ولا 37؟ 40. بعد ما اخذ مع البرازيل ووصل 40 بطوله، ففرق خمس بطولات. واللي اعلى منه كمان ماكسويل 36. فحسام عاشور محتاج بطوله ان شاء الله تبقى كاس مصر او السوبر اللي جاي او افريقيا عشان يكسر، يبقى تاني يبقى تاني اكتر لاعب في العالم حصولا على البطولات بعد داني ألفيش. لكن هو برده عنده الفرصه، يعني حسام عاشور ان شاء الله قدامه كمان يقدر يدي وياخد بطولات اكتر، لسه في كاس، في سوبر، في افريقيا، في المواسم الجايه. محمد هاني، محمد هاني برده واحد من اللعيبه اللي قدمت مباراه كويسه جدا. يمكن ممكن نقول ان هو فضله النهارده زي ما قلت لحضرتك قبل المباراه ان هم عندهم ثغره ناحيه الشمال. احمد فتحي، احمد فتحي انا اقول لك وشوف محمد ومحمد هاني حضرتك فعلا قلت لي قبل المباراه محمد هاني، لان محمد هاني واحد من الباكات اللي عندها تمرير طولي من تحت مميز قوي في حته تحضير الهجمه، كمان العرضيات بتاعته نموذجيه، صنع فرصتين النهارده، عمل جبهه قويه جدا. حتى لما شفنا الجون بتاع صالح جمعه قلت لحضرتك الجبهه الشمال عندهم اللي فيها حسن الشامي فيها ثغره واضحه دفاعيه. النهارده محمد هاني عمل مباراه كبيره قوي عليهم، واحد برضه من اللعيبه يمكن ارقامه ان هو من اكتر اللعيبه اللي عامله تمريرات طوليه في المباراه، عامل 6 تمريرات من 8، 6 صح من 8، اكثر من صنع فرص 2، قطع الكوره 12 مره. فمحمد هاني برضه قدم مباراه جيده جدا جدا وواحد من مكاسب المباراه. نيجي بعد كده لرامي ربيعه. رامي ربيعه الحمد لله على سلامته، الحمد لله على السلامه، بيرجع بيديك تقل ورا، بدايه جيده جدا، وانت محتاج ده التدعيم الحقيقي لخط الدفاع. واحد زي رامي ربيعه في قلب الدفاع لما ياخد ده التدعيم الحقيقي في خط الدفاع، يعني مكسب كبير عوده رامي ربيعه، وفي اكتر من كره عمل فيها بلوك بشكل مميز جدا. نيجي بعد كده للشناوي. الشناوي يعني كنت اتمنى ان هو يخرج كلين شيت عشان يوصل للكلين شيت رقم 13، اتمنى كده. بس هو واقف طبعا، هو اكتر حارس في الدوري حافظ على نظافه شباكه 12 مباراه، واقل حارس استقبل اهداف 11 هدف. لما كنا بنقول كده قبل بطوله كاس الامم، يعني ده بنأكد كلامنا بصراحه في بطوله كاس الامم ان هو احسن حارس في مصر محمد الشناوي. نيجي بعد كده برضو وليد سليمان. وليد سليمان لاعب ليه تقله وبيحصل على فاولات كتير قوي، بيعرف ياخد فاولات من الخصم بصوره جيده، يمكن اكتر لاعب جاب فاولات حوالين منطقه الجزاء وكان اخد حقن مسكنات، فبدليل ان هو لعيب عنده شخصيه النادي الاهلي ولعيب مكسب كبير جدا. وليد سليمان واحد من المكاسب. ما ننساش عمرو السوليه اللي بيقدم ثنائيه ممتازه مع حمدي فتحي، دايما الاثنين بيحصل ما بينهم تبادل ادوار، وعمرو السوليه قدم دور هجومي كويس جدا، كان ليه محاوله على المرمى، صنع فرصه، بيعمل عمليه الربط مع حمدي فتحي، وعاملين ثنائيه وسط ملعب هايله، سواء حمدي فتحي او السوليه بصراحه بترتاح لما تشوف حمدي فتحي جنب عمرو السوليه، ثنائيه نموذجيه. وليد ازارو بقى يعني 5 محاولات على المرمى ولا واحده صح، دي يمكن السلبيه. محوشهم، انا قلت مره يا جماعه محوشهم محوشهم محوشهم، لامتى هنشوف المباراه هي دي يمكن السلبيه الوحيده اللي هيحصل. ان شاء الله تبقى مباراه جيده، والكل بقى النهارده هنحتفل وهنتبسط وكذا وكذا طبعًا. وكذا ان شاء الله نرجع لحضراتكم مره اخرى. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ومبروك لحضرتك والنادي الاهلي ومجلس ادارته طبعا. الف الف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني ومجلس ادارته. اخر حاجه بس قبل ما اطلع يا دكتور، انا عايزك ان شاء الله تعمل لنا تجميع بقى للموسم ده عشان نشوف الافضل على الاقل مثلا من شهر واحد. انا عارف ان هي هتبقى صعبه جدا من بدايه الدوري. من بدايه الدوري نعمل تجميع من بدايه الدوري، حلقه فيها انا وانت طول الحلقه نتكلم فيها عن كل اللعيبه ان شاء الله، كل اللاعبين وارقامهم طوال الدوري. انا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد ثابت، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنلتقي بقى باخر فقره عندنا كابتن سمير عثمان ونشوف